السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعيب، This is سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. This one, inshallah, you will memorize next time. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.